على سبيل الاجتماع القبائل، وقلت انا برقه برقه مش صغيره، على الاقل تشكل ثلث ليبيا. كويس. جيت ما لقيتش برامج، ما لقيتش واحد من الشرق ابدا. ايه. حتى واحد. كويس. وكاتبين اولا لقيت عالم استقلال، ولا في نشيد وطني. ايه. ولا ترحموا على الشهداء. ايه. عرفت وبدوا خذوا كلمه. بدا واحد من اخوتي ارحب بالجماعه باسم مرشفينا، علما بان الدكتور جمعه السايح راه متعارك معاهم البارح وراه ما حضرش ومش في القصه. ايه. داير خلاف. كان المطلوب اللي حسب معلوماتنا ان يلغى قسم 17 فبراير ويعودوا المهجرين اللي برا، ودارين وفي قناه عقينا مع تونس. ايه. في قناه تنشر تونس. أيه. وكان المطلوب منهم ان يروح اخوتنا اللي برا، ومرحبا بهم، نحن ما نقلين شيء ليبيين ومن حقهم في ليبيا وثروه ليبيا، نحن واجهنا حالهم طبعا، واللي منهم نظيف يده نظيفه يروح، كويس، واللي ما يده نظيفه بينه وبين القضاء، كويس. كان المطلوب ان يلغى قسم 17 فبراير ويلغى قسم حكومتهم الاولى، ومن هنا يديروا قسم جديد ويلتموا والمهجر كلهم يروحوا وبيننا الصندوق. الاخرى مع الشباب اللي اغلبهم حاطين العلم الاخضر في رقابهم، عرفت؟ ايه. وما شفتش علم ولا شفت اي حاجه بالكل. قلت لهم انا صبيت انا هكي طبعا، معطوك كلمه معي انت يا اخوي. معاك كويس، معاك تفضل. عطوا كلمه الاولى الترحيب، وبعدين السفراء قاعدين، وبعدين عطوا كلمه لطرابلس الكبرى، وبعدين عطوا كلمه لاخوتك التوارد، وبعدين صبيت انا. قلت لهم انتوا كيف انتوا كاتبين مدن وقبائل ليبيا. ايه. ايه. ليبيا من مساعد الراس داير للحدود مع افريقيا، نبيدي من برقه، كويس، ونمثل الشيوخ برقه كلهم، كويس، ما فيش حد لقيته من برقه، كيف ولدعين خوتي انتو، كويس. وبعدين احنا تحررت برقه في 4 ايام، قدمنا رموزنا، قدمنا كل ما نمخوه، واليوم قاعده البلاد قتلوا تشنيقوا ويكفي مشنقوا. اقتلوا عبد الفتاح اللي كان يدير الجيش وحس الجيش، الشهيد عبد الفتاح، والشهيد عبد الفتاح نسيه، ما عادش حد يساري عليه. يا حاج فرج، خليك معنا، تفضل. حاج فرج، انت ليش نزلوك من فوق اليوم؟ ليش نزلوك وقطعوك؟ اعطيني كلمتين نقول لك. نعم تفضل. قلت لهم الكرامه اللي ساروا على الكرامه ما جابوها لنا اولا اجدادنا في الحرب الايطاليه استمرت 20 سنه، ايه. وبعد اجدادنا جابوها شبابنا ثوار 17 فبراير. كويس. شوي هم يقولوا هذا بيخرب الاجتماع، هذا خاين، هذا بيخرب الاجتماع. ثم عيط وما زلت شيء تكلمت، قلت لهم رأيتوا الخاين هو اللي بيلغي 17 فبراير، والخاين هو اللي داير سجون ويحبس في الناس، نحن مش خونه ولا نعرف الخيانه. ثم عيط خشوا علي مجموعه من الشباب وقالوا شيلوني الحبس، كركروني من قاعة من جوا، واحد ماسك ايدي من هنا، واحد ماسك ايدي، شيلوه حطوه في شنطة وشيلوه، شغل المقبور، تم شغل معمر يحطوه فيهم في الشناطي. ايه. عرفت؟ تم شايب زنتاني والله ما نعرفه، ونشكر قبيلة الزنتان خوالي نشكرهم. تكرني منهم وقال لهم سيبوه سيبوني. في وليد مصراتي اسمه حمزة، قال له جيبه يا حاج، جيبه الشرقاوي جاي ركبني معاه برا. نشكر مصراته، لان احنا عندنا مثل يقولوا فارس يعز قبيله وقبيله ما تعز مصراته الصمود، مصراته التحدي، مصراته نعزهم ونحترمهم، عرفت؟ ونحترم الزلتان، وانتهى الموقف على هذا. جوني اخوتي غرب طرابلس كلهم، ثوار لغرب طرابلس، ابدا من محطه بتاع الكهرباء وامشي لعند الحدود، جوني بسيارات وبسيارات عسكريه، وقالوا لي يا استاذ فرج نحن طالبينك ويرجو فيك خوتك صبراته وسرمان والزاويه ومجتمعين وعندهم بيان وطالبينك. قلت لهم حاضر، كنت معاهم وجيت استقبلوني استقبال طيب، وحضرت البيان بتاعهم والقيت كلمه، وتو واخذيني ومتعشي في الزاويه الغربيه عندهم، وثوار اللي غرب طرابلس بدون تخفيف، رجال وطنيين ومثوار 17 فبراير. نعم. اذا انت من قبل ده ثالث اجتماع للثوار، وكانت في مشكله للثوار في صبراته، وحليت المشكله بين الشرق والغرب، ونعرفهم ثوار 17. هل اللي ساروا
ويديروا في اجتماعات ومؤتمرات يبغوا 17 فبراير. لا لا ثقع عليهم 17 فبراير ثقع عليهم. انت اليوم مشيت تعتقد انه هو كان اجتماع للمصالحه ولكذا، لقيت روحك في موضوع ثاني انت. لقيت روحي في موضوع ولقيت العلم الاخضر وما لقيت شي عربي وما لقيت شي وما لقيت حد من الشرق. بالنسبه لنا ممكن انت تو في الاذاعه ويسمعوا فيه في الشرق. نعم. من خوتك المغاربه. ايه. والعوادير خوتي. نعم. جبارنا الخوتي الزويه في الجنوب، الخوتي الحبون والقطعان على حدود مصر، وما بينهم من قبائل انا نمثل كل القبائل متاع برقه. نعم بارك الله فيك. قبائل برقه. الكلام اللي اليوم مش مظبوط ومش حقيقي، وهذا ياي هذا ياي نقدر نقول لك الناس اللي تشتغل فيه ما يبوش ليبيا. نعم نعم بارك الله فيك. معني معني الدكتور جمعه وعيد السايح نحترمهم ونقدرهم ومنسحبين من الاجتماع لاني ما لقيت منهم حد في الاجتماع. نعرفهم ورشفانا رجاله. نعم نعرفهم ورشفانا حتى من قبل. نعم. قبيله ورشفانا قبيله نعرفها، قبيله كبيره وقبيله وطنيه. نعم. ومعروفه. نعم يا سيدي. مختلف معاهم البارح في الاجتماع، ما جاش في الاجتماع الدكتور، ونا في الليله نمسي على الدكتور ونشكر قوتي ورشفانا ابطال ورشفانا وابطال مصراته والزمتان وابطال. نعم. الزاويه وكرمان. نعم. وابطال 17 فبراير من الغرب للشرق ومن الجمال للجنوب. نعم. نشكرهم كلهم ونقدرهم ومشكورين. وتفضلك هل عندك اي سؤال؟ شكرا لك. سؤالنا ليك احنا نتمنى لك السلامه وبارك الله فيك والحمد لله على سلامتك. انا قاعد في وسط الثوار وبعدين 77 سنه كانوا ياخذوني ساعتهم ياخذوني. ان شاء الله يا سيدي الحمد لله على سلامتك يا حاج فرج. الله يسلمك يا سيدي. مشكور. الله يسلمك. بارك الله فيك يا حاج فرج. شكرا لك. شكرا اخواني. شفنا الشيء اللي صار والامور اللي قاعده تصير. احنا نبوا المصالحه ونبوا البلاد